السلام عليكم. كما وعدتكم اليوم قلت لكم ندير لايف حيت السيمانه الجايه ما غنكونش اوكيبي، غنكون اوكيبي مع الخدمه. دونك انا معكم لايف. موضوع ما عنديش، او بالاحرى غنشدو السوم. يلا باش نجيب شي مشروب وانا معكم. موضوع على حسب لي كيسيون ديالكم اليوم. ما تكونش عندنا بافاريا، نبغى نعس شويه بكري، ندير المشروب الصحي ديالي. فين با ياسين؟ الله يحفظكم، الله يكبر بيكم الدراري البنات. شكرا شكرا جزيلا با يوسف، ياسير، سيمو دوت كوم. بصحته، الله يعطيك الصحة، الله يعطيك الصحة. واه صحيح مقولة الحزقة هي اللي حرام، وياه الحزقة هي اللي حرام. صافا خوت، كلشي مزيان هانين. كيداز نهاركم؟ كيداز الويكاند سيد؟ ما قلنا والو باش نسيبيو. تحيه من اليوكي، تحياتي اخويا عثماني، شكرا. تحيه من توجطات، تحيه للناس توجطات، شكرا. ياسين سيل تو بلي تي بونس كوا دو لاندستري دو تيكستيل؟ واخا نجاوب اختي، ما عنديش شي فكره عليها، ولكن تتبان ليا خدامه. ما نقدرش، المهم تتبان ليا انا خدامه. انا حتى المالو ديالي شي حاجه ما جاوبتهاش انا، ولا شفت شي واحد قريب ليا داها، ما نقدرش اختي نصحك بها. ماشي بالي تيكسير خدام، تيبان لي الدراري تنعرفهم داو دي باند ديالهم وخدامين شوف واحد يتوكل على الله، يدير شويه الحسابات ديالو ويتوكل على الله وهادشي اللي كاين. دونك خاص تبدا، غير هو بدا شويه صغير وصافي. بدا صغير و بدا ديفلوبي. دابا الحاجه ما تشوفها في الاول، تتقلب عليها تشوفها في الاول كبيرة، اما تلصها عندك. شنو التليفون جاني شويه عاد نتحنا هكا باش ندوي معاكم. غنشدو بيدي احسن. مولا اختي ننصحك، بداي وبداي صغيره.
تحية لك مستوك هون. مرحبا، الله يكبر بك، الله يكبر بك أخي. ما شاء الفدان أشنو قد عندي فيها. دابا كيسيون ما شاء الفدان أشنو قد عندي فيها. أشنو ستعرف تدير أنت؟ أنت أشنو ستعرف تدير؟ هذه راه كيسيون، أشنو ستعرف تدير؟ تحية من وزازات، شكرا، شكرا الناس وزازات. سي حسن صديقي العزيز، تحياتي. المشروب السحري، هذا المشروب ديما تنديرو هذا تنبغي الناس، زوين، تندير العسل ديال الدغموس مع زعفران، خير تي 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 رخي و زوين تنقي لوكو مزيان، المهم مزيان. خويا ياسين واش كدير مقاولة؟ مفهمت هاد اللعيبة والله، ما فهمت هاد التويشية شنو هي. وعليكم السلام. كومون بوج اتيدي لي كالكول دي تاكس فرونسي؟ ما كيسيون كبيرة صاحبي، سا ديبون بعدا من لا ترونزاكسيون لي غدير. شناهي لا ترونزاكسيون لي غدير؟ بيع شرا كرا، شناهي لا ترونزاكسيون لي غدوز؟ كل ترونزاكسيون عندها لي تاكس ديالها، دونك سؤال كبير. تقول يا خويا لا ترونزاكسيون، نقول خويا شناهوما لي تاكس لي يقدر يكونو عندو، وشناهوما لي طو يقدر يكونو عندو. مرحبا خويا ياسين، جاوبني الله يخليك، انا جاوبتك. مشروع الماكلة مزيان، نفس نشوف لما نبقى نعاود في هاد اللعيبة، اما كاين شي حاجة مزيانة وشي حاجة ما مزياناش. بغيت نقول شي حاجة مزيانة ولا شي حاجة ما مزياناش، سا ديبون على البلاصة فين جيتي نتايا، سا ديبون على الناس اللي يكونوا لا كليون تاع السيبلي اللي في البلاصة تما. يعني ما تقولش مزيانة مزيانة، سي صاحبي تلاح جاوب شوف، مالك اش خاسر صاحبي، راه تعيش واحد 70 عام. طحن صاحبي، طحن تلقى ما تعود صاحبي. فين ليلى؟ ليلى مجروقة، عرفتش فين هي المشى؟ عرفتش والله ما عرفتش فين مجروقة، ما عرفتش فين مجروقة. يلا كانت تلعب هنا اسكانو، شكون هاد اسكانو؟ ما عرفتوش شنو كتشرب؟ انا شنو تنشرب؟ هدا عسل الدغموس مع الزعفران، هدا هو المشروب ديالي باش نبغي نعس بالليل مع الما سخون. وبالصباح على ويق تندير الحلبة والعسل ديال الزكوم، هدو على ويق على الصباح، تبقى واحد نص ساعة ساعة الله وبعد باش نفطر. خويا محسن تحية من أمريكا، أحبك في الله، الله يكبر بك خويا محسن، الله يعزك ليا، الله يكبر بك. واش رأيك أخي في الكرة ديال لي زونجان؟ وي أما الكرة ديال لي زونجان، أنا شخصيا تنكري لي زونجان، تبارك الله سي فاكتور. في فاكتور تبارك الله، مشروع زوين. هي واش عندك البورتفوليو ولا ما عندكش؟ هادشي اللي كاين، سا ديبون على حساب اللي غاتكري ولا غاتكري واش غيخلصك. المهم فيها تا شويه الدبانه، ولكن بونجي زوين. تحيه من مويال، الله يحفظك ليا، الله يحفظك ليا سي اسماعيل، الله يكبر فيك. تحية وتحية الناس كندا. سهل واحدة من الجامعة بلاس نصيحة الواحد عنده 21 عام ما عنده والو في جيبو والو، واللي عاونو يوقف على رجليه هو
من جنوب الشرقي. اول حاجه ما نزغوش ما عندك غير واخا انا ما عنديش مع الهضره ديال داك ديال الهضره ديال لي كورتش وداك اللعيبات ما تحملهاش. ما اخويا ما تقولش ما عندك شي غير تبارك الله عندك دابا كلشي عندك. بعدا اول حاجه عندك الكونيكسيون فهمتيني تشوف في هاد اللايف دونك راه ديجا مشارجي واحد 10 درهم ولا 20 درهم ولا عندك الواي فاي هادي. بعدا الكود ديالك الحمد لله غتكون بخير في الصحه ديالك غتكون مزيان غتلقى العائله ديالك حداك ومن بزاف د الحوايج اللي جينا نحسبوا الحوايج اللي عندك القاهم اكثر من الحوايج اللي ما عندكش. غير انت عطيتي لا كونسونطاسيون ديالك الحوايج اللي ما عندكش وتيقولوا في علم النفس اي لعيبه تعطي لا كونسونطاسيون ديالها تتكبر مزيان. واخويا علاش ما تكونسونطاش داك الشيء اللي عندي من نفيق مع الصباح نقول شو الحمد لله شنو ربي شنو عطاني عندي ايدين عندي تنتنفس بصحتي مزيانه حدايا والديا حدايا خوتي واخا يقدروا ما يكونوا نافعيني بوالو ولكن راهم حدايا. تكونسونط على داك الشيء اللي عندك واخا الهضره ديال المهم طلعت لكم في راسكم مي بالباتيك راه مزيان تكونسونط على حساب داك التواشر اللي عندك داك الشيء تزيد. نصيحة للواحد وعشرين خويا نقدر نقول لك أنا النصيحة نقدر نقول لك هي تعلم شي حرفة في الانترنت شي زل شي دومين عطيه وقتك تكونسونطا معاه كاين طحن وشوف مي غاوكش دابا الدراري طالعين في الويب تيبان لك فلان وفلان ودا فلان ركب هاد الطونوبيل وفلان تي هاداك الشيء راس بيا ديال المشمش مي خرجش داك 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 اللايف ستايل ديال الباك دا داكشي مي غرقش. حاول تخدم على راسك بدا لي وسوس اللي عندك بدوك التواشه اللي عندك ب 50 درهم 100 درهم. النصيحه نقدر نقول لك هي تمشي في شي دومين في الويب والله الا كاين 100 درهم والله يوفقك اخويا اش نقول لك. فؤاد سلام خويا ياسين راك شتيد وكلامك تتخرج من القهوه العزب فؤاد الله يحفظك ليا الله يكبر فيك. والله الا حنا نشوف الانتيري ديالنا انا ما فهمتي تدي لايف بحال هكا وتبارطاجي مع الناس ودوي وبيس فهمتيني باش توصل لي الميساج والله هادشي عرفتي الناس اللي تنتلاقاو معاهم في الزنقه عرفتي واش تيبقى يدعي معاك واحد اللي جات يعطيك لا يلاه دونك تقول هادشي زوين نفعو الناس وما لاش خاصه انا شاد التليفون الكونيكسيون كاين ها نبارطاجي مع الناس مزيان شي اللي كاين. شكرا لك بزاف قياسي باش نصح واحد مخرج من لافي بي تي تخصص شاف دو شونتي عم كيفاش كتبتي هاد الشهر شونتي باين راك مقاود في الفرونسي شافني نتايا واش نقول لك نقلب على شي ستاج في شي شركة شوية تكون المهم دير شي حاجة ديال سوا تكون كبيرة شوية شي حاجه ديال لا بروموسيون شوف لا تي جي سي سي دفع ليهم بور لو مومون شنو نقول لك انا ما عرفتش شنو هو المال ديالك شنو المؤهلات ديالك شنو هما التواشه ديالك باش نقول لك ديماري ان بيزنس ديالك. شوف ان ستاج خرج للتيران شويه باش تضحك شويه تفهم شويه الميتري تفهم شويه الطيران شنو فيه والقادم غيكون احلى. تحياتي اون ديال التحيه الكبيره الله يعزك ليا الله يكبر بيك اخويا. قتلت الخويا في مشتي الله ينعل سمحوا لي نشوف فين هي
ليلى ليلى يا دخلي يا دخلي هاجي هاجي تاجي تي دخلي تاجي وتي دخلي دخلي وتي دخلي هذا بقيت قلبي عليهم سير غنسد قاعد هذا المشاء واخ سلموا على واحد الضيف عاد شو دابا يبيع لينا كانون صلاح تحياتي طيقة بابيك شو عندو مش حمل كيستيون دوزة عاد سي اسماعيل عاد خاصنا في معاش عافا والله الا عافا عاد بعدا عيطتي لي شي دو فوا شي دو فوا خمسة د المرات وميساجات المهم شوف عيني في الله انا عينك شغل عينك في شي انترفيو غنخدمو معاك تما غنعينك مزيان عيني عيني كعلمكم المشروع وانا ما عمر علمني اش شي مشروع درت ولا باش واحد قال لك دخلت من بدرا في الصور وانا ما تنضحلو وا اشوف بس اسماعيل بان لي بان لي هي سبخيس وبان لي داك اللعيبات ايوا راه غنبغي ندوز معايا عفوك تبارك الله نحفزهم داير اللاباس وخا ما يشدني معايا اللاباس طب شو هذا اسماعيل؟ كتسمعني؟ الصوت شي تقطع؟ ساهي معاهم اللايف نهضر معاهم داك الشيء زوين وانا نتلاقاك غيدير معايا واحد الحوار مع الاسبريس الواعر بصيغه سمعت شويه اشوف واش بغيتي نمشي في شي لعيبه في هاس بريس شي حوار نديرو بابا هاي باغي ندير معاك حوار والله الا مشات ابو اسماعيل امتى بغيتيني امتى ساهي معاهم اللايف وريهم البيزنس المال من كيجي يوم جميل كيفاش يوليو يوم جميل اسمع والو اسماعيل نعم 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 الله يبارك طفي وعاود عاود سميتو اسماعيل اسماعيل شاب مغربي مقاتل مسكين كان عنده مقاتل مع الكونسير ما شاء الله واحد اللي ناجي عنده رهيبه بزاف الله يحفظه مسكين وتمنوا انه الله يشافيه وتتقاتل مسكين ودابا هو دابا دال المعهد ديال الصحافه وهو دابا تيستاجي في اسبريس والحمد لله الحمد لله والله الا انت تشوف داير بحال هكا مسكين المعرض وكل شيء ومقاتل هذا ميساج لهذاك الولد اللي قال لك انا ما عندي والو انا ما عندي والو شو دابا السيد مسكين الحمد لله الحمد لله بس بس واحد اللعيبه خويا ياسين انا جبت فلوس من الخليج وطبيتهم في البيزنس اونلاين بقيت صفر درهم وحاس براسي تسدو في وجهي جميع البيبان شوف خويا ولا اختي المهم ما عرفتش شكون هي صعيبه صعيبه صاحبي ملي تتسالي شكون عندك فلوس وعندك سميتو وتطبهم قاصحه ولكن اش نقول لك اشنا هو الحل تبقى ديال هكا ما كاينش حل الحل هو تقلب نتا على حل هذا هو البلان انا بحل
بحال دابا دي فوا تجيني تنحس براسي مديبريمي بوحدي بوحدي، تنريح مع راسي وتنبدا ندوي مع راسي، تنقول لي يا سيدي اشنو كاين صافي، تنحاول نقلب المود، نوض ندوش بالماء بارد ولا شي لعيبه، تندير شي ستون يخرجني من داك الكونفور زون، صافي تنحس براسي بخير. ونعيط لشي واحد، شي صحابي نتسون انا وياه ولا هذيك، تنحاول نبدل داك الستور اللي عايشه معايا. دونك نبغيك اخويا حتى ولا اختي، كنتي حسيتي براسك مديبريمي وما هو والو، الحل عندك انت، غيبقى الحل عندك انت. انا ما عارف كيفاش انت عايش وفعائلتك ومضطر واللعيبات، ولكن الحل غتلقاه انت. شنو نقول لك؟ وهاد اللعيبات اللي تدوز انت انك رجعتي صفر درهم، قول واحد النهار غيجي واحد الوقت وهادشي غادي نعاود غنديرو حتى انا واحد اللايف، وغادي نعاود نقول لهم شوف انا وصلت صفر درهم، ولكن ما استسلمتش ودرت 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 ودرت. قولها صاحبي، غتوصل ليها، غتوصل ليها. شوف انا نقدر نكون فايتك شويه في التجربه، المهم في التجربه ديالنا على قد الحال، وبقيت نتعلمو ما طلعشيش ما طلعشيش وما تقولش تقول صافي سهلة، صافي الدنيا سهلات وصافي والدنيا كحلة والبيبان تسدو ولا الهضرة ما كيناش، وعافاك حاول الناس تدور بك الناس زوينين، ناس يعطيوك انرجي زوينة، فهمتيني؟ بحال دابا نعطيك مثال ديالي، انا ملي تنحس بالبيبان تسدو عليا وصافي بح، كنت نمشي تندوي مع امي، امي كانت تعطيني انرجي زوينة، تقول لي دابا يسهل الله وانت تبارك الله تقدها، وغدير 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 الفلوس وغدير الطاعة وغدير وغدير. صافي تعطيك واحد الانرجي زوينة، صافي تتمشي تقول راه نمشي ندير، تجي تجبد لك واحد 10 درهم ولا 20 درهم، تقول لك هاكا غادي تشارجي بيها الكونيكسيون، ديك الساعة كان الموديم تيتشارجا، صافي مدور راسك بالناس يعطيوك واحد انرجي زوينة، هذه مهمة. ما تطورش براسك بهذوك الناس اللي بقى يقول لك واه دابا انت هادشي ما خدامش، واسي يخدم مع ولد خالتك سعيد، ما شاف هادشي ما تسمد. انت اصلا ملي انفيستي دوك الفلوس في داك البيزنس ديالك اخويا اولين، راه تعلمتي بزاف ديال الحوايج. انا تنظن الا ضبطتي على شي فلوس اخرى راه تقدر تمشي احسن، تلقى شي بوردوي وينين ولا شي لعيبه ولا شي ستون، ما عرفتش شنو تخدم بالضبط، تولي نطنطن يبقى هادشي تعاود. نتمنى لك كل خير اخويا. يو اس تي، اليو اس تي ولا لافاك ايكونوميك؟ شوف انا بالنسبه لي تجوني بحال انا تدوي على راسي، اليو اس تي تتبقى مزيانه فهمتيني، الدبلوم ديو تي ماشي هي الدبلوم ديال الفاكولتي، دوك ماشي هو ديو تي، ولكن شوف مهم دير اليو اس تي سهل. دبلوم جيني ميكانيك تبع هادشي ديال جيني ميكانيك ولا هادشي، هادشي ما فيه والو، اي حاجه فيها تكنيك اعطيها تيسعه دوز داك التخاريق تاسي قلبوا صاحبي، سير كونسونطار على الاونلاين، الله يرحمكم الوالدين. انا تيعيطوا لي بنادم وتجيو عندي لي كونسلطاسيون، خا حبس دابا لي كونسلطاسيون، راه تبارك الله نتايا ديال الاونلاين تيديرو دو جود نمبرز، والله ثقوا بيا. عمك طالق شي موقف عيب مع الكاب؟ غنعاود لكم شي طرائف، شي طاوليه مع شي كرايه. مثلا تيجي شي واحد تيقول لي بغيت نكري كذا الدار كذا، بغيت المده 5 ايام ولا سيمانه ولا هادي، تنقول له صافي مرحبا سيدي. تنقول لي واش بوحدك؟ تيقول لي انا بوحدي. مرحبا، تيقول لي نقدر نكون دو بيرسون، تقول لي ايه مرحبا شكون هو، عطيني البيرسون اللي يكون معاك. دابا تيدور لي باش يقول لي غنجيب صاحبتي،
وانا فاهم فينا معنا، فهمتي؟ انا جيني هادي اكس بقى يدور لي يدور لي يدور لي، قال لي لا انا بوحدي. قلت لا انا بوحدي. قلت لي واش عاجب المدام ولا؟ قال لي لا انا بوحدي انا بوحدي، انا مجوج انا بوحدي. قلت ليه صافي معلم. قلت للعساس، قلت لي هذا يدخل شي خيتي قولها لي. بالفعل بالليل باقي يلا جاي هو مدخل واحد خيتي يلا جايبه معاه يلا دخل هو ويا الطا، ويقول لي العساس سي سينا دخل سميتو. قلت لي دابا غتمشي عنده كل خرج دابا والو، عيط لي تطلب في داك اللي قلت لي لا والو خويا، قلت لي لا فساد اخويا ما نعيطو الجوندار. انا مو كان تندوي معاك، انا تنقول لك وغنقول لي يا صاحبي هاني لا لا انا ما تنديرش هاد الشيء، انا لا ما كاينش، انا صافي ما كاينش، انا جي راسي بغيت ندوز كونجي ديالي صافي. بو مهدي عندي معاك فالطة، تنسالي اللايف ونعاود نعيط لك صافي. بو مهدي عندي فالطة يلا، لك تخدم قبيله بحال التويشيه، المهم عندي واحد الفالطة معاك. أما أحسن تكي سيزوني ولا نورمال؟ كل وحدة عندها لي زافونتاج لي زانكونفينيو ديالها. أنا جو بريفير سيزوني، جو بريفير سيزوني. المهم كاين دي كالكول في الداو، مي جو بريفير انا سيزوني. كيفاش غامضتي تخرج من الخدمة تبدا بيزنس وانت عندك الواجبات؟ عاود لنا الساط على ديك الفترة. الساط زوين عندك الساط، انا فيا جميتها وتقول لي الساط. واخ دابا اول حاجه ملي كنت صلاي ما كانش يعجبني داك السون، انا ديال الصلاه الله يرفعك مع الصباح ما كانش يعجبني داك الحيط. انا اصلا فراسي داكشي ما تيبان ليا، ما مسلكنيش، انا ما عارف علاش هكا. هذا سيدي بوسكا مي تنقول ضروري كاينه شي حاجه احسن من هادشي، ديما تنقولها. الانسبيراسيون ديالي اللي كانت واحد السيد قريب من العائلة، كان دي فوا تنسخر لي البنك وكنت تنشوف العاقة، تنشوف دي شيفر بزاف، تنشوف 40 50 مليون، تنشوف بلاكة ديال 20 مليون، بلاكة ديال 20 مليون ديال 4000. بحال قلتي 400 تنشوف داك الحيط ويل اشنو هاد الفيلم صافي. من تما بدا تركب عندي الفكره ديال انك بغيتي دير العاقه، ما غديرش، ما تمشيش في الطريق ديال الصلاه، ما غتمشيش فيها. صافي دور البلان. اما القصه بقيت القصه عافيه، انتوما فهمتي بقيت مع الصباح ما بغيتش تمشي صافي. هما نطاعيه وفي ياسير، قلت لهم لا لا ما غنمشيش، ما عنديش مع داك الفيلم صافي. بقينا حازقين صفر درهم، ما يحمسوني حازق حقير قابل غير العصال، مقابل غير العصال محنسب. عبد الله الله يطلع طلع عبد الله، صرت لي كويس عبد الله، بغيتك والله، لا بغيتك. المهم البلان راكم عارفين البلان، لي عبد الله بياسين انت تقول لي كايد لي وتوقف عليا، تكون بياسين انت تكون كايد وتوقف عليا بديك الطوله الخلص. واش نقول لك ابا عبد الله مرحبا. صوت
القميصاج الله يخليك خويا ياسين، صيفط لك ميساج الله يخليك جاوبني، عندي كان محتاج واحد خويا زكريا صيفط لي ميساج بيبي، بغيت نصيفط لي انا نجاوب خويا دابا، تحية كبيرة من ألمانيا الله يعزك ليا، الله يكبر بيك اخويا تازي بوخايس ياسين زيد الله يكبر بيك الله يعزك ليا. كومون انتخدوير ان برودوي سور لو مارشي دي زاستوس، ما عرفش اخويا جاد الله ما عرفت، نعرف نجاوب خويا. خويا عبد الله ابو جاد مريض دلتا، يكون بس يكون بس ابا عبد الله هاك كتاتي في لي فاكونس، في لي فاكونس البارد واللعيبات، يكون بس السي عبد الله عاود لينا على الحاج، هنا واحد الحجاج تاع الحاج بلاتي والله الا واحد البينم اللي قال ليا دير عاودنا على الحاج، هاك تعاود لكم على الحاج واحد البوموتور والله تعيط لي الصباح. اولدي ياسين لاباس عليك بخير هانيك، اولدي ياسين ما نصيفش عندك واحد 30 مليون، قلت لي والو الحاج الله شريت واحد البقاعي، قال لي فين خديتي، قلت لي في البلاصه فلان فلانيه، قال لي مزيان مزيان تما مزيان مزيان، بشحال خديتي 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 غالي، قلت لي بخاطر الحاج واخا تكون عندي مشامح محطوطه والله لا شتيها، خايد ليا خايد ليا السيفه ديال البقاعي بزبالة الفلوس اللي طامع فيه انايا. وليدي ياسين كاين شي 30 مليون تطلق ليا من من الكاف، دوش هاد المشروبات يا اخي شويه، كتعامل مع البنوك الاسلاميه حتى ما تندير لا اسلاميه لا سميتو حتى البنك عطاها اتساع، شكون الناس اللي تسولوا على الحاج شكون هو الحاج، هذا ستان بروموتور ايموبيلي، بروموتور ايموبيلي هو تيشري من عند اللوتيسور هو تيشري البقعه وتيبنيها وتبيع الباسم صافي. حنا وياه في قهوه راهي هنا ويا القهوة وطيلة ضرب وقف شايب قاعد بشاب 10 مليار مع سنوة طامع فيك انت هذيك اللعيبة تخلص انت تخلص ليمون والله ما عيط لي الصباح ودي ياسين بخير هاني كاين شي 30 مليون فهمتي، مقاش 30 مليون قال لي كاين 300 الف درهم، ما صحبت ولا 30 الف درهم، قلت لي الحاج والله الا خديت شي بقاعي، قال لي فين، قلت لي قال لي مزيان مزيان بحال خديتي، قلت لي القد والقد، قال لي غاليين غاليين، تقلب عليا قلب عليا وتا بعث لهم شي بعث لهم ليا انا الشيك شفت فيه باش هذاك البقاعي شي بعث لهم ليا شي 200 300 مليون بحال هكاك، حط لي الشيك في البلاصه صاحبي تنزيني، حط لي الشيك في البلاصه نستناك انت تخلص عليه طاليان يعني. لا لا ما عندوش ما عندوش الانستغرام والو، هو قديم هو في هذاك اللايف حقه ولاتي، ما تعيط لك في التليفون ما تعيش لك في ما تعيش لك في ابل عاديه ابل واتساب فهمتيني، هو ميشارجي شي شارجي يدير ابونمون ولا هادي فهمتي، تيشارجي 1000 ريال كونيكسيون خصها تجرو ليه الشهر كامل، هاد في مكانسة نشريها ونخليها واش بلان مزيان حيت داكشي باقي رخيص والبني داير بيها، هانت الزيادة دومي واش واش شتيتها ولا لا، جاوبني دابا واش شتيتها ولا لا، المساحة ديالها واش ار بلس دو ولا بلس طوا، قول لي السون ديالها نقول لخويا دابا، قول لي الثمن ديالها حاج خويا ياسين، عندي واحد البلان تقام عليا بشي 14 مليون شي 6 شهور هادي، وعطاوني فيه 20 مليون نبيعو ولا مازال
خويا 6 شهور جاب لك السي اف داهم، قد الغرض صافي، قد الغرض صاحبي، سير خد ديك 20 مليون انفيستي في شي لعيبه اخرى، طحن وانت البلان اللي عارف واش غيتزاد منها الفيوتشر ولا حدو تما. الله يحفظكم الياس، الله يكبر بك طاقي، والحاج الحاج عنده عقلية الأب الغني. تعرف شنو عرفتي، تعلم والله الخوت ديال السكة القديمة، الناس القدام سيتو هاد لي زانفيستيسور. واحد ولاد هاديك عرفتي، مقطعين، ما عندهاش شي سميه اخرى، بغيت نقول لها شي سميه. تنقول لي الحاج داك مولا لي مليون مزيان، تيدير شي ثمن زوين، اودي حنا ملايين في الدنيا، اش اش واش اش غدير بلا لي، واش غد شوف حنا شوف داكشي غادي بتيسير. الله الحاج الضرر شحال طلعت لك، شوف هادشي غاتخابي، هادشي ساهل، هادشي لاش اش غاتخابي، صافي غادي داكشي بوحدو تيبقى مفاقع لك، فهمتيني، تيبقى مفاقع لك. وانت ديك اللعيبه تبقى تقول لي صح عندك ما دير حجاج، تقول لك حاج انا عارف سكير، انا عارف سكير. حيت هو دابا كاين الحاج وكاين سيد الحاج، على حسب شحال عندك في راس المال ديالك، فهمتيني، كل ما كنتي حازق تيقول لك هاد خينا، بعد منه هذاك خونا، عرفت بيه، ما غادي تزيد تيقول لك استاذ، شويه تزيد شويه تيقول لك سيدي، كاين لي كاتيجوري، شويه تزيد شويه تدير واحد الكويشه، واحد اللحيه شويه شايبه، وشي شي كات كات، المهم تكون عارف كات، شي اكس فايف اكس سيس، تولي ديك الساعه الحاج، اما تضرب ديك الجلابه وتدير ديك التسريح وتطلق، فهمتي، تطلق داك خصك تكون مالهل، تولي يقول لك سيد الحاج، وسيد الحاج ديما تشري الحوالة للناس في العيد، ديما اصلا دوك الحوالة، فلوس الحوالة فلوس ديال عباد الله ما مخلصينش، الله يعين الحاج، حاج ديال ودي خليني ساكت، الله يعين، والله تتكون محفحف. انا والله شوف، والله الا هادي عشتها انا، طنوبيله مزيانه وطنوبيله محفحفه، واحد خونا عنده واحد هذيك ريكاطا، ريكاطا فيات ريكاطا، وعجباتني ما عجباتني، ما ولدي دابا بحال شي تاكسون، دابا بحال شي تاكسون، قلت ليه فلان ضرب شي تساكيله، خديتها غادي مسيكل بيها، وقفت عند واحد خونا خديت من عنده شي تواشه، والله ما شاف فيا، ما شافش فيا تيدير فيا، ها الضوء كذا هادي زيد الطوموبيل تي، وكانوا خاصين شي جواش اخرين نكملهم عندك خينا. مرحبا استاذ، مرحبا، ايه استاذ، ايه عطي الاستاذ، ويلي انا نفسه صاحبي تبدلت الطوموبيل صاحبي، استاذ طيب استاذ، تتكون حازق تقول لك هذا خونا، شويه تدير شويه اللعقه، استاذ كده، استاذ تفضل استاذ. وغادي شو الفرق بين الملكية والتيتا؟ سؤال زوين، التيتا تكون محافظة ديز المحافظة، الملكية تكون حدها حد دار الضريبة، وانا عندي المفهوم ديال المحافظه، شنو هي المحافظه؟ هي ان الدوله تشهد ان داك الملك ديالك، دونك الملك كل ما كان محفظ كل ما كان مزيان، الملكيه تسمى الملكيه العدليه، الملكيه العدليه تقدر تبيعها اوتون دو فوا، فهمتيني، شي حاجه اللي تكون تيتا ولا تتبع لواحد، الملكيه تقدر تمشي عند العدو وتكتب مع هذا وتكتب مع هذا وتكتب مع هذا وتكتب مع هذا، ميتي سلة،
وهي المظاهر للأسف، للأسف الخوص خويا ياسين هادي هادي عامين ونص عنده فلوس الحمد لله، لكن 70% مشى وبانيش شي حاجة مستقرة. وبعد المرات كنحس براغي نخدم واخا هكا كنخدم، شنو تنصحني الله يرحم الوالدين؟ النصيحة اللي نقول لك اتس اتس هذيك السمية اتس اتس ام سياحة ولا ما شنيا، ما طلعشيش اخويا الله يحفظك. وهاد المرة ملي دير شوية الفلوس بدا تلوح ليا في شي حاجة في الاوف لاين، شوف شي بقيعة ولا شي بايت، ما تحس براسك انك تدير شي حاجة في الاون لاين في الاوف لاين، فهمتيني؟ وبعد لك من المصاريف الخاوية، طوموبيل كذا الصهير الدوران شي شاع العيبات هذاك الشي بعد منه عطيتي سهل، هذا هو البلان اللي نقدر نقول لك اخويا فهمتيني. وما طلعشيش شي حاجة مقرا من هادشي، مقدرش نقول لك، دير شوية خدم شوية انفو يبان لك شوية الفلوس، حاول تبدا تلوح مليون بجوج بثلاثة بربعة شي فيزي على شي بايت ما ولا شي بقعة ولا شي حاجة، باش تحس براسك انك انت تدير شي حاجة ماشي غير خدام وخدام، وتموتيفا تعطيك صح هكا عزيز. الله يكبر بيك، الله يكبر بيك كرياتيف كيد بوعيما، شكرا جزيلا، الله يكبر بيك. خويا ياسين عندي 3 سيدوات كنفكر واش نكريهم ولا ندير فيهم قهوة، شي نصيحة الله يحفظك خويا. أنا عليا إذا لقيت اللي قابل لك القهوة مزيان، دير القهوة دير سميتو دير الفون دو كوميرس بسميتك نتايا، دير وتوكل على الله دو بريفيرونس، غتكريهم ما غتعرفش مع من غطيح، غير نفوخ لك راسك. المهم لقيت شي كاري اللي مزيان سولتي عليه و تيخلصو مزيان، توكل على الله، حيت فريمون انا مابقيتش دابا تنفيزي المحلات هما مزوين مزيان، لكن الا طحتي مع شي كاري زوين، عندي واحد المحل كاري الواحد تيخلص مزيان، مي عندي محل اخر كاري الواحد ما تيخلصش، فهمتي؟ عندك ما تيخلصش، قلت لي غنصور سميتو، قلت انا ما غندير معاك لا بروسيدي لا والو، ما غتخلصش دابا دوما ما تيخلصش، قلت لي ما تخلصش غادي نجي نفرقع المحل، قال لي لا سياسيين الشهر الجاي نخلص، قلت لي مرحبا، دابا الشهر دابا شحال فيه دابا؟ واحد 2 شهور ما كانش، غنقول لي خويا غادي السوارت سينو غنفرقع القفل، شي حاجة نخلي ضربوك صافي. ونبينا عليه السلام واش تبقى درتي كيدي باش تكبر البيزنس ديالك؟ لا لا، ما عمري درت كيدي، ماشي درت كيدي في الايامات الجاهليه، دوز كاع الكريديات دوز تما، مي دابا حاليا لا كيدي، عوج كيدي، لا كيدي ما خدامش. خويا ياسين انا عندي واحد 1000 متر خدام صغير، اش بان ليك ندير فيها فيلا نبدا نكريها؟ معلم معلم اخويا اسماعيل، زوينه زوينه، واش قريب لها قريب لها الغضون، جات قريب الغضون ولا ديز على البياضه، فهمتيني؟ خاصك تقول لي اخويا فين عندك البلان ونعطيها نعاون خويا، انا معاك. بسم الله يرحم الوالدين على النصيحة، والله إلا بلا جميل، نتمنى تكون عجباتك ودير بها، نتمنى مازال ما وصلتش لك المستوى ديال الديو، لكن شكرا بزاف حبيبي وغنكمل حتى يسر الله. شوف أنا عارف دابا غتكون دابا تلعب في البيجي ديال 6000 درهم 7000 درهم مليون جوج، مزيان راه مزيان، راه ديجا شوف ديجا أنك تدي واحد فيت واحد 200 300 درهم في النهار، راه مزيان اصاحبي، راك 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 غادي طوب، غير كمل. مت مت ما طلعشيش الله يحفظكم، ما دير ما طلعشيش، والله الا هادشي غيبقى تعاود يبقى تعاود، والله الا دابا حنا دابا تتلقى شي لعيبات، خاصك تخرج من زون كونفور اصاحبي. نعطيك مثلا مثال بيا انا، يعني دابا انا دوز ابارتمون وحطهم للبيع، علاش حطهم للبيع؟ اول حاجه في لو روندمون لوكاتيف ديالهم ما تيدخلوا ليا والو، ثاني حاجه ديك فلوسهم انفيستيون في حاجه اخرى،
واللي تشاوت معاه تشاوتي معاه مثلا في العائله ديال هذيك ديال هذيك المهم العائله ديال هذيك تيقول لك لا واحد الناس تزيدوا الناس تزيدوا خاصك حيت فاسكم لحد القادم نقول لكم عندك امي وشي جوج خوتك هما اللي عارفين الملاك اللي عندي اما العائله وشي خوتي خوينا ما عارفينش فهمتيني ما عارفينش فهمتيني ميم في الانستغرام ماني مباني كلشي مباني كلشي والو ما عنديش دونك العائله الله بالصحه تاع العائله تاع ولاد الناس صافي هذا الموضوع تيبقى خاصني سيمو بغيت نسول خويا ياسين على شي امور حيت يلاه حليت شركه مرحبا صافي صافي لخويا لا كيسيون نجاوب خويا دابا انا معاك اصاحبي انا معاك وانا شاد معاكم دابا ستون فهمتيني بات لي واحد لا كيسيون كده مزيان لا كيسيون بلاتي هادي زوينة غندوي معاك انت جايب خويا ياسين باش تنصح الشباب اللي باغيين يخرجوا من الدار والديهم يبعدوا على زون كونفور ويطيحوا للتيران ولكن الوالدين كيوقفوا في الطريق مع العلم ان الواحد ديجا جامع شي بركه خويا انس كنصيحه نقول لك هي حاجه زوينه انت تخرج بوحدك تسكن بوحدك حاجه زوينه ولكن سا ديبون منك انت مثلا دابا انا مشيت سكنت بوحدي بقيت شويه السيبه بقيت السيبه ولكن ديك السيبه افيك موديراسيون مثلا غنجيك ديريكت انا ما تنشرب مثلا كميمه والو ما تندير لا حشيش مثلا ما تندير لا شيشه ما عندي لا صحابتي والو ما داكشي ما عمري جربت الوغ ملي مشيت سكنت بوحدي لقيت مثلا كانوا تقاشرين مليوحين كانت امي مسكينه تجمعهم لي الله يخليها لي مي دابا كانوا تقاشرين تما مجموعين مليوحين تيبقاو تما محطوطين حوايجي مليوحين تيبقاو طبسيل موسخ تيبقى كاس شربت فيه بقى تيبقى في بلاصتو جاني داكشي بشكال ولكن بقيت بشويه تتأدبتيت ابا عاوتاني الا كنتي عاوتاني التخفيف غتبقى دخل خارج بدا منبقى ندخل في هذا الموضوع مي غتبقى تطيح شي مشاكل انت بغينا نعرف دونك نصيحه شوف انت كيفاش السون ديالك الا حسيتي براسك انك كاين وتقدر تجي راسك بوحدك وما فكش لعيبة سير خويا سخون راسك والديك راه يتقبلوها من بعد راه غادي يتقبلوها فهمتيني الله يسلمك إذا ما عندكش الأولاد إوا توفيك خوتك صافي أنا سنتعيني مزيان باش نعيش باش بقى عايش بزاف فهمتيني الأولاد نديرهم مهم بلاتي العام الجاي ندير الأولاد بلاتي مالو الأولاد ساهلين العام الجاي إن شاء الله لا أصل ما وصل 17 مليون و 70% من الشغل المشكل هو ما عنديش ديك 2000 ولا 3000 او شوف خويا مسيح اتس مسيح شي ملي وصلتي انك وصلتي ل 17 مليون تبارك الله كاين البوتونسيال انك انت تبارك الله كاين ها انت شوف الله يحفظك غير حاول ترجع ديك لا ديسيبلين اللي كنتي فيها البيزنس بلان اللي كنتي خدام به ونقي الناس اللي دايرين بك وداك اللوزه وداك الحزاق اللي دايرين بك حيد مو وغترجع رجعتي 17 مليون غترجع 20 30 40 واحد القضيه بغيت ندوي عليها ديال البلوكاج ملي تكون عندك البلوكاج في العقل تبداو دي شيفر تتبلوكا صاحبي تبدا نعطيك مثلا مثال كنت واحد المره ريحت انا وخويا مع واحد السيد بغي خويا بغي يعرفني ليه ريحت مع داك السيد
داك الوقت تنقول لك انا في شي 2012 2013، داك الوقت عنده بورش بانامير. داك الوقت انا تنشوف داك البورش عندي شاد طوموبيل، وداك السيد بلدي وعادي قال لي انت طلع قال لي شوف انت هذيك تاكل بحال مرسيدس 240، قال لي طوموبيل عادي عاقش قاجه. تنقول ويلي هاد السيد واش يطلق عليا ولا بالفعل عرفت انها قشقاجه. هادي من جهه، من جهه اخرى كان قال لي تندوي انا وياه، وقلت لي انا داك الوقت قلت له بغيت غندير الدواء ديال الحشرات وغندير وهادي، وقال لي ها انت شوف باش تشد مثلا انت تشد هاد البلاصه وكذا وهادي باش نقول البلاصه بالضبط. جبت فاكتوري هادي 10 مليون، هادي 20 مليون، طام طام شي واش جبد لي واحد المونطون ديال تقريبا واحد 65 63 مليون جبدها ليا. دابا مش بلي داك المونطون تنقول هاد خينا واش طالق عليا، واش انا خدمه ديال 3 شهور ولا 10 غنضرب فيها 63 مليون؟ واش تنقول لي اه. والسيد راه تيدوي منيتو، راه تيدوي عادي، انا اللي عندي البلوكاج، انا اللي عندي البلوكاج اصاحبي. السيد تيشي فيه مزيان، انا اللي مبروكي، انا اللي عندي البلوكاج، ماشي فيه هو، انا اللي عندي البلوكاج. الو نصيحة لشحال من واحد اللي تكون عندك شي بلوكاج ديال شي شيفة، هذا سمو احلم اصاحبي بشيفة كبير، احلم بشيفة كبير، ماشي تحلمش بشي شيفة اللي بعيد بزاف، ولكن كبر شوية لي ستوندار، كبر شوية لي ستوندار، تعاشى مع ناس عندهم دي ستوندار شوية طالعين. مثلا انت تشيف يا سيدي 20 مليون في العام، حاول تعاشى مع شي واحد تشيف 100 مليون في العام، وشوف اشنو تيدير، قطع استراتيجي باش يخدم، البيزنس بلان باش يخدم، حاول تشوف السون ديالو. اما انت تتبع حتى دير 20 مليون في العام وتتعاشى مع واحد تيدير 500 5000 درهم ولا جوج المليون ولا هادي، تقول انت انا واعر عليا نهار عليا. هذا هو البلان، طلع شويه لي ستوندار، طلع شويه لي ستوندار غتوصل. انا هاد العام كنت مطاسي في 2025 قسم وصلت شي حوايج، مي لقيت راسي انا غادي تقيل هاد العام، عرفتي ماشي جي دوبل لي فور، جي تريبل لي فور، تريبل. ريحت مع راسي، لقيت راسي بغيت ندير دي بروجي وبحال تعطلت عليهم. منهم واحد البروجي انا جاي للتمويل ان شاء الله في الاخر العام ولا في الاول العام نقول لكم. لقيت راسي معطل بزاف وتنفكر بزاف، دونك قلت غنأكسلري ندوز الفيتاس ماكس و نعطيه الخدمة أكثر. من اللي ريحت مع راسي تلقيت راسي انا كابابل انني نوصل لهذا النيفو، عندي لو سافوار فير، عندي ليكسبيرتيز، عندي راس المال، عندي لي كونتاكت، عندي كل شيء، دونك الفو فونسي. ملي فهمت هذا الفيلم، فهمت هذا السون، صافي كسيرت. دونك هاد العام كاينه ارباح، كاينه دي بروجي، كاين الخدمه، كاين تلاح. والله مشروب زوين، الأقارب أقارب أخويا، تا ولاد القارب في هذوك. شو العائلة، شوف أنا نجيك من الآخر، شي واحد يقول لك العائلة باغي لي الخير ولا هادي، كاين نسبة قليلة من كلهم ولاد القاف كلهم. شوف العائلة ما شوف والديك وخوتك سالينا وفي الدرجة الأولى والديك صافي، بلا ما نبقاو نصبرو نغطيو زعما تقول لك السما بالغبال وما شنو. كيفاش تحكم على البروج ديالك؟ يلاه بادي واش مزيان ولا لا؟ شوف دخل لي الفلوس صافي، وليك اليوم تيكونوا ساتيسفي وتيدخل لي الفلوس صافي. مية درهم تيتم كانسة، كيفاش سحال في العمر ديالك؟ عندي 33 عام، اش بتجوجني؟ نعم شاية 3000 درهم، ولكن قلبي ديالي نخسر هادي هاش استشهاد القيمة ديالها. إذا خويا سين حصل لي شي سلعة شريتها في فرنسا من واحد الموقع مجموع مشتريات 3000 درهم، ولكن قالوا لي غنخسر عليها شي 60% من القيمة ديالها، إذا خاسر فيها شي حل. انا بان لي لك هذيك 60% تزيد على الكليان، ديك 60% تزيد على الكليان، و
والله اعلم، حتى انا هادشي ما نقدرش نفيدك فيه، مي انا كنت بحالك، انا غنسول نزيد على الكليه هذيك 60%. دونك الا كنت شاري سلعه مثلا بياسه مثلا 100 درهم، غنبيعها ب 160 درهم ولا ب 200 درهم ولا 220 درهم. هذا هو البلان، موعد اللايف الجاي ان شاء الله. ان شاء الله السيمانه، لا السيمانه الجايه ان شاء الله. سي مسعود، السلام عليكم خويا ياسين، الله يسهل عليك خويا الحبيب ويفتح لك ابواب الخير ديما كتنورنا وكتفيدنا. الله يكبر بك السي مسعود، الله يكبر بك خويا انت، الله يكبر بك خويا ياسين. كاين شي اقتصادي في كازا اللي غاعد لك يا نصح بيه دابا؟ اقتصادي في كازا غير هي ما غتفوتش 2000 2500 درهم في الكار. مش نقول لك شو بوسكوا، بوسكوا وقت تكون مزيانة، بوسكوا غتخيب 2000 2200 فهمتيني؟ شو بوسكوا خويا أمين باش بايسي انت كنت انفيستي في الاستيت وبروموتور او ميم طون. ايه ايه خويا أمين، مرحبا مرحبا خويا أمين. خويا ياسين، أخت شرات باسما في فوزنيقات، كتبت عند النوطير كلشي ناضت، خاص غير تخرج شهادة الملكية. دابا السؤال هو كيفاش تكريها، ولكن ضريبة السكن جهة رخيصة حيت أول مرة تشري وما غاديش تسكن فيها. وشوف في القانون ملي تتكري قانوني، تمدوي على قانوني فهمتيني، حيت كاين شي فيها تايع في البلانات، الضريبة نورمالمون تتخلص في انك ملي تتكري واحد المحل ديالك تتخلص واحد تقريبا واحد الموين ديال واحد شهرين في العام، شهرين في العام. دونك هذا هو البلان. كدا بشحال من واحد دابا نقول لك دابا البلان شنو تيدير، تشد شي واحد تمشي وتكتبو في المقاطعة ياك، اون فوا تيتكاتبو الامور مزيانة دازت الامور لوز، تقول لي داك السيد اللي في المقاطعة شوف عندك الكوبي ديال الكونطا ايغاليزي، تيقول لي شوف عطيني مثلا 200 درهم الشاكين، عطيني 200 درهم وما غن ما غندفعش ما غندفعش ما ندفعش لدار الضريبه باش تسجل في دار الضريبه ان داك الملك انه ممكن. صافي تيقضيو الغرض، صافي بيس. الوغ ملي هذاك الكريم تيبغي يخرج ف ف ف ف من الكات من معايا و تيطرا شي مشكل ولا هادي، تيقلبوا ان السيد كاين فلان ايه باش مسجل رقم باش مسجل، ما كاين والو. دونك دو بريفيرونس تكري مزيان وتخلص المسائل ديالك. تحياتي. خويا ياسين، عندي شقق كنت كريتهم من شهر، كرايه ما كيخلصونيش خرج الشهر كاملين، دابا بديت نكريهم من نهار ويني ما عرفش كيفاش نحمي راسي. ايه باش تحمي راسك اخويا، اي كاري جا عندك تعطي واحد الفيش تيعمر، هذاك الفيش اللي تيعمرها كوبي ديالها اعطيها لسوا العساس ولا حطها عند البوليس باش تبقى انت كلين. حتى والله شحال من واحد تيكريت يكونوا مجموعة إرهابية ولا شي سون، دونك دو بريفيرونس تمشي معاهم كلين. 600 درهم تيتا مكانسة نزعم، ماشي اش من تيتا 600 درهم تيتا ميمكنش، ولا 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 ما سميتو ولا اش من هذا، ماشي عشوائي هذا ميمكنش. قول شنو الاشياء المحرمة في الايكوميرس؟ محرمة هي الحزقة، الحزقة اللي حرام، تبقاو تجيو تطلقوا علينا حرام حلال، وانت سير خليو الدراري يخدموا صاحبي خلال، لا لا با شي لحية جاي تطلق علينا حنايا حرام، الدروب شيبين حرام، لا تبيعوا ما لا تملكوا، انت سير تطلقوا علينا صاحبي، خليو الدراري يخدموا صاحبي، الدراري يخدموا ضبوا على راسكم حرام، فرقوا علينا حرام. خويا ياسين، الدراسة في فرنسا والتجارة في الدروب شيبين. خويا دير الدروب شيبين الله يحفظك، دير الدروب شيبين
تبتو تشي بينا في ميتا حرام. واش الاقتصادي ممكن يكون استثمار؟ هي شوف باغا ندوي قانوني انا، السيكل الاقتصادي نورمالمون انت هو اصلا الدوله تعطيك واحد الدعم ديال اش نقول لك، ديال واحد 4 5 مليون، بين 4 5 مليون. هذاك الدعم ديال 4 5 مليون تدعمك به الدوله باش انك انت تمشي تسكن، انك انت كمواطن مغربي محنسه ما تبقاش ساكن في الزنقه، غادي نعطيوك سكنه. هذا هو البلان، هذا هو البلان اللي دايره الدوله. وتقول لك الدوله، حيت الدوله شوف تقول لك انا غنهل لك هذا الملك، راه نولك واحد ربع سنين ابا راه ندير البنك، ما ندويش على راه ندير البنك، تندوي على راه ديال الدوله. تقول لك غنهل لك ذاك الملك ربع سنين باش انك تسكن فيه مزيان، ملي تتكون تسكن فيه صافي تدوز ربع سنين تنحيد لك ذاك الراهن. دابا الدولة باش تعرفك ساكن في هذاك الملك، تعرفك ساكن فيه إذا كانت لا كونسوماسيون ديال الماء والضوء والمقدم تعطيك شهادة السكنة ديال تما. ليلى ها هي جات، ها ليلى شوف طبعا ليلى أعجبني تشوف ماشي دوز أختي. شدي ديكاس اخويا، تحياتي لمصطفى. وايوا مصطفى، تحياتي لمصطفى، عشية مصطفى، واخا ما تنعرفكش. ياو ياو مصطفى، اه بلاتي بلاتي بلاتي، اجي نفرقوا على مصطفى. اجي 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 داير كل واحد غادي يدير ديكاس لمصطفى. يا مصطفى كل شيء، انت هو مصطفى، ها هو مصطفى، ها هو. انا ما تنعرفكش يا مصطفى، ولكن كل شيء غيفرقع عليك دابا، غيدير لك ديكاس. ليلى دير ديكاس لمصطفى، ديز ديديكاس جيش، ديديكاس لمصطفى، اه ديديكاس لمصطفى، ديديكاس لمصطفى، مصطفى صافي صافي، ديديكاس لمصطفى. اش بان لك في الدبلوم؟ جيني سميتو علي بو علي، كي داير؟ لاباس عليك هاني، الله يحفظك ليا بو علي، تحياتي. كلشي ديديكاس مصطفى، ديديكاس مصطفى، مصطفى كلشي مصطفى ديديكاس. ليلى حبي ديالي، وانت يا ليلى ها ولا مزعطين فك، وهادي بخاطر ستوب، كلشي تسلم على ستوب، كلشي مصطفى. ياسين الدماغ عندك شغالة. وي الله يحفظك. شحال تقريبا بناء فيلا؟ 150 متر اخويا، تنحسب ونعطي لخويا البلان ديالو، فهمتيني؟ اذا كان لي غو زوفر غيطلع لك المتر، خد لا مويان ديال 1000 درهم المتر. المتر يعني عندك في الطال التحتاني الفونداسيون 50% تاع طق، عندك 300 350، يعني نديرو حنا 70، 370 دار 370 في 1000، جاتك 37 مليون 40 مليون باش يطلعوا لك لي غوزوف. نجي نخطب ليلى، ها انت ليلى جاوبك الخطاب. امين بس 920 درهم خويا امين، غيدخل ليه في السلعه، غيدخل لي في السلعة خويا أمين، راك عارف الحيفية، عم قلتي 920 ده معك، راك حيفي. غيدخل لي في السلعة، حيفي وضحها مع مو يحيد فلوسه. مشي مصطفى ونديرو داي داي. ياسين تنعرف السيدة اللي طايح معاها. هذا هو من مستوى طيح ولا نايض.
اش بالك في داك خوان اللي نصاب عليه هذوك في الدوار؟ انا داك خونا ما تنعرفوش، واحد الحاجه اللي كانت ما عجبتنيش كانوا قالوا هذه الدراري اللي صار هذوك الدراري يستاهلوا يتنصب عليهم. علاش؟ بواحد اللعيبه عبيطه باينه ان داك خينا غادي ينصب عليك. قال لك اسيدي، هما قالوا لي انا ما عارفش هذا الشيء، قال لك غيعاونهم باش سميزو يديروا يعني يتعلموا العاقه في العالم كامل، يا يعني ماشي يتعلموا العاقه يعني فين ما بغاو يشوفوا العاقه في العالم كامل يوقف معاهم ويوريهم ويعطيهم واش داك العاقه خدام ليهم ما خدامش ليهم. او تعرف لي طاكس ديال كندا، عرف لي طاكس ديال الميريكان، عرف لي طاكس ديال بلجيكا، عرف لي طاكس ديال ليتوانيا، عرف ويلي عرف تاكساسيون ديال تركيا، عرف وحشومه يا صاحبي. انا بدون ديك الاسماء ما عندكوش سميه ديال حتى شي واحد، ندخل سميه حتى شي واحد باش نبقى انا كلين. دونك حتى تسجل هاد اللايف تتلاح، دونك ما ندخل سميه ديال حتى شي واحد، مي جو بارل دي كونسيبت. بس يفتح لك السوم مزيانة. داسي خويا سي العائلة كيقولوا لي اسقام حيت انا كنستثمر اغلب الفلوس اللي كنباع، شنو بان لك؟ بقول لهم اه شوف، تقول لهم كي غا بيان كي غا لو ديرنيك، اللي تضحك مزيان هو تضحك الاخراني. دابا العائلة اللي تبعتيهم ابغاوكم غتخدم غير سالاريي وكدا ومستوني صافي، وتبقى تجوج وتولد تولد بحال المشاش، بحال ليلى بحال ليلى باينه ليا حامله، المهم كاش بانت لي عندها بدات تتبوط. مش شو طاب ولا ليلى دابا تدوش ليلى تدوش. عاودتي عقوبك يا ليلى اسيح. عرفتش فاش كنت تندوي. المهم الدار بغاو كتبقى عايش وصافي، وتبقى تجوج وتولد بحال المشاش صافي، وتكبر فقير وتكبر محنسار، وتمشي تدير العرس وتدير السبوع وتدير السبوع، من تدير السبوع تدير ديك البيفات، هذيك البيفات اللي اصلا انت ما تاكل فيها والو، تاكل واحد جوج حلوات فهمتي، وتدير دوك التصاور تاعهم في فيسبوك انت اصلا حازق حقير. هذا هو العائله صافي. يقول لك اه ولدي ولد، اه ولدي ولد، تربى في عزك الغضاء ديال الله يا عائلة عائلة عائلة. تنظر تجيب لي العائلة والله. شوف الخوت اللي تيدوي على داك السيد، انا ما تنعرفوش، انا ما تنعرفوش، مي انا مجبدوا لي هاد النقطة ديال العاقه بقى فيا الحال. اما انا في الديجيتال داكشي ما نفهمش فيه ما نعرفش، مي مجبد لي هاد النقطه واش قالها ولا ما قالهاش انا ما عرفتش. باش تقول لي العاقه في اي بلاد نوريك كيفاش وكذا شويه، اصلا باش تيقها انت خاصك تكون مسطي باش تيق. دابا اللي حازق حاقيه. لا صاحبي ما تاخذوش بحالك، حنا دي فوا تنقولو شوف انا تندوي معاك، انا كاخو كبار منك ولا صغار منك، غالبا غنكون كبار منك، انا تندوي معاك غير بداك اللونغاج، بعت لك على داك اللونغاج ديال المدرسه. دابا انت دابا 650 ولا 660 ولا ما عرف شنو، هاد الناس اللي تتبعونا دابا علاش يتبعك؟ يتبعك حيت تدوي معاه، تحس انه ولدهم تدوي معاه، ان شي واحد في جينيراسيون ديالو تدوي معاه، ماشي شي استاذ ديال العربيه ولا استاذ تيقول لنا. وفي اطار رؤيه استراتيجيه، وحنا نتوما كشباب خاصكم تخدموا هاد البلاد، والبلاد غتزيد بيكم، وحنايا في اطار المنظومه التربويه اللي دادا هادي ودات الحكومه. انا هذاك الهضره صاحبي طلعت لكم في الراس، ندوي معاك انا باللونغاج ديالك. تحياتي اخي العزيز.
الله يعزك بس يا اخويا سمعت جاي فهم ماشي هالشيء واش خويا سين محلتي جاي في حومة ماشي على الشاي واش ندير فيه مشروع وندير اشهار في انترنت خويا جاي مال توكل على الله لك المحل ديالك صافي توكل على الله اميناجي قادو توكل على الله دي واحد ليتود صغيرة وتوكل على الله خدم راه مزيان ما خدمش راك تعلمت مي خدم اصاحبي تلاح صافي تلاح المهم دير واحد ليتود ديالك ما تمشي تبقى دير واحد ليتود ديالك وتوكل على الله اشبه ليك نكري ابارتمون مونسيويل نعاود نكريها نهار في اير بي ان بي وي انت تتسمى لا سولوكاسيون فهمتيني ولا تتسمى الناس ديال اير بي ان بي تتسمى الاير بي ان بي اربيتراج وي مزيان سير توكل على الله غير 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 لو سوسي اللي تقدر تلقى هو داك السيد اللي غتكلم عنده قول لي فلان غنخدمها في اير بي ان بي تقريبا بدي يبان لي بنادم داخل خارج القوة كدا قول ويلي خونا تدير لي فيها الاتواش وما عرفتش شنو غادي يقول سيتو كانت في شي حي شعبي خويا سيم اذا كنت عندي 100 مليون فاش تنصحني نستثمر انا النصيحة اللي ننصحك هي غتستثمر في العقار غتاخد شي تي ار وغتبنيه هذا هو ما يقدر شي واحد يقدر يقول لك استثمر في الكريبتو وشي واحد يقول لك دير فيها شي حاجه اخرى بيان النصيحه نقدر نقول لك خد شي بقيعه وبنيها وتوكل على الله واحد الحلقة كيسون بات ليام زوين هادي كاين واحد المسألة كيقولوها الناس الملعقين غير ديال لاباس خوي الحومة فين كبرتي حاسق على الزعمة في نظرك دابا لافير ملي تتكبر في شي بلاصة هما ديجا كبروا معاك عارفين العيبة ديالك شنو فيه فهمتيني عارفين التخت ديال التخت دابا انت دزتي من واحد الكلاس سوسيال طلعتي لواحد الكلاس سوسيال اخرى ما تبقاش عايش مع داك الناس تو سامبلومون هما غيبقاو ديما يتعاملوا معاك بعدا بهداك النيفو اللي كنتي فيه القديم انت دزتي لواحد النيفو اخرى مثلا انت كنتي اسيدي كنتي معاهم تتجمع معاهم في الدرب شاد مع السون واش اخونا واه كاين شي تيتيز تيتيز شكون اللي خرج السميه ديال تيتيز واش اخونا نحطوا عليها شي قاعه ديال الماء انت باك تدوي مع بحال هكا شويه وليتي تضوع عليهم طوموبيله مسكسكار تدوي بواحد حد النيفو شويه ولا طالع شويه كاين جوج حوايج الا بقيتي معاهم غادي يهبطوك عندهم اولا بدلتي السيكتور ديال شي بلاصه اخرى ما تعرفك فيها حتى واحد غادي تبقى بهذيك البيرسوناليتي نتاعي نعطيك مثال انا في الحي فين كبرت في سباته الحي فين كبرت في سباته ملي تحولت منه في 2007 2008 مشيت للولفة باللي مشيت للولفة دابا في الحي اللي كبرت فيه انايا معروف السميه اللي مسمين عليا وتفرقوا عليا وبيز وهاني ولف داك الفيلم مي ملي مشيت للولفة كلشي تيقول لك اه شكون هو داك الدري تبارك الله داك العامة اه هذاك الاستاذ ديال الرياضة اه تبارك الله معلم اه هذاك ديال السبور هذاك الحداد كلشي خدا عليا الفكرة ديال انني استاذ ديال الرياضة يعني داك الحي مشيت دخلت ليه انني كاستاذ ديال الرياضة صافي خداو عليا استاذ ديال الرياضة فهمت البلان اما في الدارية تقول لهم شكون فلان يقول لك يا سيدي انا محنسه هذاك خونا انا محنسه عاود عليه هذاك دونك هذا هو البلان بدلتي السيكتور دابا بدلت السيكتور شكون هو ياسين اللي عنده شركه ديال كبار تيدير فهمتيني وليتي نيفو اخر هذا هو البلان
وابا هذا الشيء ديال ولاد تالكوم وكذا، ولا سميتو السون ديالهم كيسون ديال انرجي، من تتمشي تتبدل الميليو وتتشوف ناس انرجي ديالهم طالعه، تتلي الانرجي ديالك تتزاد، تتشوف نيفو خور. تخيل كنتي ساكن في الباسمات ومشيت في اون زون فيلا، الحديد بعدا اللي غتشوف ماشي هو الحديد اللي غتشوف في الباسمات، يعني ما غتشوف ديك الزون، تشوف الطوموبيلات كده تقول علاش انا ما نخدمش وندير هاد الطوموبيل، وتتعاشى مع داك جارك وتتعاشى مع هذا وتتعاشى مع هذا، وتبقى تدوي معاه تعرف واش تيدير، تبدا يدوي معاك على شي فاديه، ولا تقول واه سي بوسيبل سي بوسيبل، انت انا نقدر ندير هادشي، نقدر يدوز لك شي افير. هذا هو البلان، كيفاش نساق اد ما عندهاش مولاها. الله عرفتي عرفتي تشم عليه فيه ريحه، عرفتي زوين والله زوين، واخا تيبغي الظلمه انا صحت ندير الظلمه تطلق من الزيكا الحياه. شوف من تبغي تساق ما تديش هاد الشمع، حيت هاد الشمع تسمع فيه ريحه، تعطي ريحه و نعطي ريحه غيشموها وغيعيقوا فيك. تحياتي خياتي، علاش ما تدخلش للسياسه؟ ندخل لها صافي ما مساليش حتى السيمانه الجايه، حيت فريمون شوف واحد البلان، شتي ملي تدير الفلوس تتوصل لواحد النيفو ديال الفلوس، ما تبقاش يهمك الفلوس، تتقلب على البوفوار، تقول علاش هادو هما اللي حطوا القوانين، لا انا خصني نحط القوانين. دونك في الطبيعه ديال البشر تتوصل ان سيرتان نيفو خاصك السكيل ديالها هو انك تولي انت اللي دير العوز. دوينا بريسي مع عقلية المقاول خويا، هادشي علاش ندوي دابا انايا تنبارطاجي معاك دي في ريال ديال المقاول المغربي كاب حازق بحالك بحالو، وشاد معاك السون في هاد اللايف وتيبارطاجي معاك داكشي كيما هو. والله حتى جاوبو هاد العسل ديال الدغموس مع الزعفران، متبغي تنعس بالليل والله حتى الحياة ياخ، انا معاكم شي ساعة ونص في اللايف سير شد معاكم السون. خويا قلنا شوية المزيكا تطلق موسيقى ديال لا كونسونطراسيون، شو السمية ديال العجب سميتها هذه سميتها اندر سي تاتل بارادايز ويز ريلاكسي ميوزك ستاندين اندر ووتر، فين فوتاج 4K فيديو الترا اتش دي. ثانيه شدنا شي كوبي رايت ولا شي حاجه، فريمون هاد الموسيقى تتعاوني في لا كونسونطراسيون والله، تنكون سمع تنكونسونطرا تنفكر مزيان. المهم استثمار ديال 2 مليون خويا، والله ما عرفت اشنو تدير نتايا، كون عارف اشنو تدير والله تنقدر ننفع خويا، ما نعرفش والله ما نعرف، نقدر نقول لك اخويا سي اخويا دير باش تويشيه، وانت اصلا ديك التويشيه ما عندكش معاها، دونك غادي نبيعك لاجل سمعت اخويا، ما نبيعش خويا لاجل، شي وقت نعرفك ونريح معاك ونعرفك اشنو تدير نقدر نوجهك خويا، نوجهك ماشي سميتو نوجهك وانت اللي عندك البقيه. جاوبنا اصاحبي ولا نمشي نعس اصاحبي؟ خويا محمد ما حنا نجاوب خويا، جاوب سيرت لي خويا لا كيسيون ديالك. امضى سقنا الخبر باللي خطبتي من الخميسات اعلام والله الا اعلام، والله الا ما كاين والو، ما كاين والو خويا، ما كاين والو، ما كاين والو. سمي ساس مشيت لها شي جوج مرات وما عرفت شنو، عاد دابا مفرقعين عليا. واحد لاكيستيون زوينة بلاتي 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 زوينة هادي بلاتي، الله يسلم، إبراهيم أونتربرونور
كيفاش يمكن ما تأثرش بعضات الناس وتولي ما كتمرضش وتولي بيس وكيسيون واعر بالطبع علاش الكوت ما بقاش عندي بقى واحد شويه بغيت نبقى شاد بيستون علاش شاد بيستون حيت ما نقدرش نشرب الماء حيت تي انت تشرب هذا السميتو صافي الماء ما خصكش تشرب وغنبقى ندوي غي خصني دابا نشرب الماء دونك خصني نحبس اللايف ما بغيتش نحبس اللايف بغيت نبقى الماكسيموم دافورماسيون بارطاجي معاكم دابا كيفاش هاد لاكيستيون اللي قلتي خويا ابراهيم زوين دابا ملي تكون كاين نجيك من الاخر تي قلتي ما تيقولوا بالانجلي سيلف ميد ولا عصامي واخا انا مثلا انا نشوف شي واحد عصامي يدي ماشي واحد عاونو شي واحد عبي صاحبي ما تتسوقش صاحبي صافي شنو بغيتي تعاود بحال واحد في اللايف باه عاوني يا صاحبي انت باخ انت داير لايف خدمة من وقتك بغيتي غتبارطاجي معاه تفيقو شويه ولا هاك اصاحبي تاعك قال لك سيرتو فهمتيني بيس مع صافي ما دخلتهاش خلاص عادي يا صافي تعرف انا النيه ديالي بغيت نبارطاجي نعاون الناس وديجا تنتلاقاو مع ناس تيقول لك سير الله يحميك الوالدين استفدت ووصلتني هذيك ليدي ونفعتني ديك التوشيه اللي قلتي هذا هو البلان شي شكون اللي تتاثر شي واحد دايرو شي واحد ولا تيكون فيك اما انت عارف راسك كاين وتتقول شي حويج عايشهم انت وعارفهم انت اما تتسوقش يا معلم فهمتيني ما تتسوقش صاحبي حتى شي الاخر ديالها شنو هو غتعيرني غتكتب ميساج في سميتو بيس ولكن غتشوفني فاس قدامك ما تقدرش تعيرني فهمتيني تشوفني قدامك واقف في جميتو ما تقدرش تعيرني صاحبي دونك انت واحد السون مسكين الله يحسن العوان داك السيد اللي تيعيرك كيفاش يعيش اشنو هما لي سيركونستونس ديالو الظروف ديالو ستونات ديالو دونك انا تنقدر هاد اللعيبات و تقدر هو يعيرك دابا و غدا يتلاقى معاك في الزنقه جاي عندك خويا ياسين عزيز عليا نتايا و تنستافد معاك ما صافي ما بقيتش تنتسوق و بيس و ندير لايف و نبقى ندوي معاك و الحياه خذ المعلومه ما تاخذهاش الى سمعوها 700 واحد و داو بها واحد 10 الله يشحن روحك غادي يدير معاك صاحبي تيفيق مع الفجر تيدير معاك واش بغيت يا صاحبي الكرامة خدامة صاحبي هادشي راه ينفعني انا ينفع والديا ينفع خوتي ينفع ولادي انا ما عنديش الولاد ولكن اون بريف شي ملي تكون انت كاين وتدوب ديال فيه كاينين ماشي تطلق على بنادم تجي تطلق عليه تدير لايف باش تبيع ليه دواء فهمتيني الاخوان اخوان خاصكم ديروا خاصكم وحنا حنا الشباب اللبنه ديال هذا المجتمع حيد لي من العضاء ديال القاف حيد لي اصاحبي العضاء ديال حيد لي اصاحبي شي ما خدامش اصاحبي شنو يقول لكم هاد اللعيبات شويه يقول لك راه كاينه دوار بغيتي هذه كاينه دوار تيكذب عليكم اصاحبي زعما ضرب مو بشي كروشي تحياتي واخا بعض المرات تنفعل بي الحمد لله الله يخليكم سيدي ياسين شنو احسن الاماكن اللي تقدر تسكن فيهم من جهه الدار البيضاء سطات او النواحي اختي حسنا على حسب البيدجي اللي عندك وعلى حسب الخدمه ديالك فين عندك تقدري تقولي لي يا اختي نقدر نوجه اختي على حسب التجربه الصغيره اللي عندي شنو اللي احسن شراء الديور وتبيعهم ولا البقع وتبيعهم البقع فيهم لا ماج حسن فيهم لا ماج حسن وما فيهم صداع راس تدوي على الشراء ديال الديور واش شريها مبنية ولا واش شريها مبنية ولا غتبنيها انت
مزيح. الدومين اللي كنت فيه كان فيه مشكل بزاف، كنت غير ضابوها وبغيت نبني شي حاجة مستقلة، ولو 100 درهم في النهار نكبرها مع الوقت. وراني كنستثمر قطع مو خسارة مالك، كنتعلم بنفس الدومين ديال سميتو اهوال، فهمتك؟ هذاك الدومين للأسف دونك فيه ضروري خاصك باش تيستي واللعيبات، دونك خاصك تسباندي الدومين ديال حقك. ما غتكون تعلمتي انت بزاف الحوايج، عم تطيح شي برودوي ناضي غطنطنك. سير الله يسهل لك. واحد اللعيبة مزيانة، علاش نظرك الأشخاص التافهين عندهم لايفات فيهم آلاف المتابعين، في حين الناس اللي كيقدموا المعرفة عندهم متابعين قليل مقارنة من الآخرين؟ واه الكيستيون واعر، الكيستيون واعر. واخا أنا غنجاوبك جواب ما قل ودل. شركة في آلاف الموظفين، شحال باطون عندها؟ واحد. جاوبتك واقيلا. يعني هاد الناس اللي معانا هنايا في هاد اللايف نقدر نقول لك واحد النسبة كبيرة ديالهم سوسون دي ليدر، تفكر بعقلية ليدر. هو ما تفكرش كفولوور. هذاك اتابع هذاك، راه تيبقى يسكرولي في انستغرام، يبقى هذا تابع هي هي هي. فلان عرس بلا زلط هي 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 هي. فلان هو هي هي. صافي تيبقى هو تافه والو والو، في العشية ينفق الخدمة تيجي. اسمحوا لي اخوتي حيت خسرت الهضره، مي فجات بعفويه وصافي. تيفيق بالصباح الخدمه تبدا عاوتاني، واه خدمه كحله، واه انا عرفتي مفيقين عاوتاني مع 6 الصباح تافي، فهمتيني؟ مي اللي تتبعوا المحتوى الزوين هذوك سوسون ديال ليدر، هذوك ما عمرك تقارن ليدر مع ان فولوور، ما تقارنوش اصاحبي، ما تقارنوش، فهمتيني؟ هادشي علاش المحتوى الزوين تتابعوه ناس دو كاليتي دو كاليبر. نتمنى نكون جاوبتك، والجواب اللي نقدر نعاودولك عاوتاني هو شوف الشركة شحال فيها موظف، شحال باترون كاين، كاين باترون واحد. دونك هنا معنا تبارك الله واحد 666 باترون. شكرا اخويا ضوان على الكيسيون. إذا شريتي أرض وبغيتي تبنيها، واش خاصك الشركة؟ على حسب، لك أنت غتبني غير وحدة ما تحتاج الشركة، ما تحتاج الشركة، فهمتيني؟ ما تحتاج الشركة. الأغلبية دابا ديال الناس، غتنقولها ونعاودها، من تياخدو لانفورماسيون تياخدوها من عند ناس ما ديتهاش بلا في حياتو، سمعتيني؟ ناس ما ديتهاش بلا في حياته، تيجي تيسولو تيقول ليه فلان انا بغيت نبني. واحد خونا نهار الاول كنت بغيت نبدا نبني، عرفتي واش قال ليا؟ قال ليا ولبني وفني. اش الكلاخ اصاحبي، اش الكلاخ؟ انت هو خدات انسبيرا من شي واحد تيدير التعليم ولا ما عرفتش شنو هو، مع احتراماتي للمعلمين، كان خدا واحد البقعة وبغى يبنيها، ملي خدا ديك البقعة بدا يبني فيها باش يبني ديك 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 ديك, ديك الدار، خدات لي واحد 3 سنين ولا 4 سنين ولا ما عرفت كثر. المهم خدات لي واحد المدة كبيرة، وباع حويجو ولا مينعس لا مزيان لا والو. علاش؟ المشكل فاش عنده؟ المشكل في عنده في انه ما تيدخلش فلوس بزاف، ماشي؟ و تيقول لك غنمشي نخدم، تمشي الصباح يمشي يبقى يخدم واحد 8 السوايع ولا 10 السوايع ويجي عاوتاني يتسنى داك الصالير في الشهر، هو ما فكرش يقول لا خاصني انا كيفاش ندخل زباله الفلوس باش نبني في وقت قليل، هو ما فكرش في حلقه. صافي تيبقى هوايا يتعذب ويتسخسخ، وهاديك الدار باش تبنيها خاصو 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين باش تبني دار فيها 100 متر وفيها واحد دوز اتاج. الوغ هاديك الدار حنا نبنيوها في شهرين 3 شهور، فهمتوا لافير؟ دونك ما بقاش تاخذ لانفورماسيون من عند شي واحد، يقول لها خاصك دير شركه وخاصك الضريبه وكذا وغيشدوك ويسيطوك الحبس ويقطعوا لك راسك. اش شايف؟ اش شايف؟ داك الشيء ما كاينش اصاحبي. سي يا صاحبي بدا وتوكل على الله.
ياسين، انت يدير الغربة بزاف كيسول، واش يرجع البلاد ودير استثمار ولا يبقى هنا يخدم في ظروف مزيانة اشبه لك؟ والله والله ما نقدر نجاوبك على حسب هاد السيد، العقلية ديالو كي داير والسون ديالو كي داير، حيت الى قلت شي حاجة نقدر نبيعو على جل. ما نقدرش ويكون هو ما عندوش العقلية ديال المستثمر، فهمتيني؟ يجيب ديك البركة ويطبها، دونك ما نقدرش نتقلد على شي واحد. وياسين والصناعة فيها العاقة، فيها العاقة خويا ياسين. انت اصلا فرنسا ولا دروب شيبين؟ خويا دير دروب شيبين، خويا ياسين باتمان كريها او نشري دار بالكريدي، خلصها بالكار تاع الباسمة واش مبوحة. مزيان، غير هو بعد الكريت الله يحفظك. حيت دابا نفرض اسيدي انت هاد الباطمة شريتيها بواحد الثمن اكس، وفي الطريطة تجيك فيها مثلا 3000 درهم، انت كاير 3000 درهم، مزيان، من بعد واحد 25 عام باش ديك الباطمة عندك الحق ندخل لها. اشنو بحثي في هاد لافير كامل، فهمتيني؟ هاتي خلصها. ولكن 25 عام، 25 عام يا معلم، تنقلب على شي لعيبة اخرى. مبغيش نبين لك دوك الاستثمارات الحازقين ديال الواحد، تنبغي نقول لك شي حاجة اللي حية شوية. عاودنا البداية ديالك من صفر، الأول واحد كا اول مليون اخويا. كاين واحد الفيديو فيه الديتاي ديال الديتاي ديال هاد اللعيبات الخوت. انا ما غنقدرش دابا نشرب الماء، بغيت ندير واحد شويه الماء سخون، ندير واحد شويه الماء سخون نشربو. قصة ياسين غتلقاو في يوتيوب، اساسا غتلقاها في يوتيوب، غتلقاها في يوتيوب. واحد شوية الماء سخون، فلوس كاينة في جميع الميادين، فقط هو عقلية المقاول اللي كتنجح مش أساسا. كيفاش كتهاندلي ريجاكس رياكشن مشاكل الديون؟ هاد المهارات فين تتعلمهم؟ تتعلمهم بلا براتيك. الديون حتى شوية الماء سخون، كندير مع شوية اللويزة. بسم الله طلعت شوية الانرجي، شوية اللويزة. سمحوا لنا الدراري، قلت لكم ويزا مزيانة. قلنا الإخوان عن هذا الهدف التقني خارج عن الرياضة ديالنا. الله يتشد معايا ستون، والله ما عندي من سيركم، والله كاينين كاينين. تبارك الله، 666 واحد. خويا الطاقات الموجودة الجديدة شنو النظر ديالك فيها؟ هي جاية دابا في الطريق. كلشي دابا تيمشي في لي زينيرجي رونوبلابل، قبل هدا انفيستي فيها مزيان. مي الخوت شوف، قبل ما تفكر تانفيستي في شي دومين اللي باقي واو، حاول بعدا دير شي حاجة اللي تساتيسفي بيها لي بوزوان بازيك ديالك. دي بوزوان بازيك بحال انك دير واحد الدويره، دير واحد طوين بيلات، تلقى واحد دير لك تيغا سايبي الحفله.
تلقى باش تصرف، تلقى شوية دير شي حاجة، ديك الساعة تقدر تانفيستي في شي بروجيكت على حساب لونغ تيرم. اما في الاول انت غتقلب على واحد اللي ديال تكون اوريجينال، وتبقى تقول لك تو شيرش ولا انفونتي ولا غير انفونتي لا رو، تعاود تصاوب العجلة من الاول. لا، حاول تشوف شي حاجة كاينة ديجا وتخدم عليها. شي اللي بان لي انا والله اعلم. كيفاش بدلتي من أستاذ الرياضة لمستثمر؟ أنا كنت أستاذ الرياضة، أنا كنت واحد البيوت كنت كوتش دو فيتنس، مي أنا كنت سالاري، كنت خدام في شركات، كنت تكنيسيان مانتونونس. وقيلا أختي ما قدرتش تكون معرفاش مول، تقدر تكون معرفاش القصة ديالي. مشي على يوتيوب دير ياسين علاوي، تقدر تلقى القصة ديالي، غتعرفي السون ديال ليلى. شوفي فيها، شوفي واحد، شوف طبعا غادي نشوف تدي فيه شي شو. كيفاش نفعتك الشهرة في التجارة؟ ما ماشي شي واحد مشهور، بس تلاقى مع شي ناس ساكن تي شقاك، تتعامل معاك زوين، تلقبتي في حانوت مسكين تيحاول يسبقك انت اللوال ويقول لك شقان داك الشيء عجبني تدير. هذا هو الوضع، وتتعامل مع بنادم بطبيعتك بيس صافي. تتلاقى مع شي واحد تضرب انت في قصب السكر، تقول لي خويا جيت تشرب معايا كاس، مش هادين ستون الحياة زوينة. طن 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 طن. دوينا الأرض الشيعة، أرض الشيعة واخا نقرا ندوي ندوي، المهم ما ندخلش في الديتاي بزاف، لكن ندوي على الأرض الشيعة. الأرض ديال الشيعة، أشني أرض ديال الشيعة؟ أرض ديال الشيعة مثلا كان واحد الجد مثلا عنده واحد 60 قطاع، 60 قطاع عنده. ما داك الجد خلى واحد الوارثة، واحد الوارثة تقريبا خلى واحد 30 وارث. مزيان، إذا جينا 60 قطاع قسمنا على 30 وارث، كل واحد غتجي 2 قطاع. مزيان، دابا كل واحد ولات عنده، من تخرج واحد الورقة ديال عدد الموتى وعدد الوراثة، غتلقى فيها داك 30 وارث كامل محطوطين في ديك الورقة. دابا كل هادوك 30 ديال الوارثة، كل واحد عنده 2 قطارات. تخيل دابا شي واحد فيهم في دوك 2 الوارثة، في دوك 30 وارث، غادي يخرج، بغا يخرج، بغا يبيع 2 هكتار ديالو، بغا يبيع دوك 2 هكتار ديالو. الوغ البلان شنو هو؟ مثلا تيجي عنده ياسين تيقول لي اخويا ما تبيع ليا 2 هكتار ديالك، ولكن البقعة تيقول لك 2 هكتار ديالي، هي هادي اللي جات على الشانطي. انا تمشي نشري عنده دوك 2 هكتار، تمشي نقول ليه واخا تكاتب معايا، يلا تمشي نشري معاه عنده، تبدا نسيج فيها ولا غنبغي نبدا نبني. تنوض ليا شي واحد يقول لي اخويا اش دير؟ تنقول له فلان راني شريت من عند فلان 2 هكتار. تقول فلان، ولكن 2 هكتار ماشي ديالو هذيك، سي اخويا عنده داخل هوايا، فهمتيني؟ فما عندوش هذيك اللي جات على الشارع، هذيك ديال الشارع ديالي انا، فهمتيني؟ خويا بغيت تبنيك جيب هليكوبتر وبني انت تمايا، حيت اصلا ما عندكش طريق باش تدوز من تمايا. هذا البلان باختصار ديال الشيوع. دونك فيما تبان لك الاراضي ديال الشيوع، عوج عوج.
فيه تنصح نقرا ولا علم طاقة خويا؟ غتبع الدكتور أحمد عمار، تبع الدكتور أحمد عمار، ثم قريتي أبخي باك نتفوكس على الدروب شيبين كوميرس. ما نقدرش ناخد فهمتي المستقبل ديالك كامل، ولكن الا كان عندي خويا صغير ويحطيني له شويه ديال هاد جوج حوايج نقول يتكونسونطر على الدروب شيبين. واش المقاول كيتولد ولا كيتصنع مع الوقت؟ عرفتي تسولني شي اسئله؟ قلب عليا وصافي الناس دابا ومفركع معاك وشاد معاك ستو، انا بقات لي معاكم واحد 10 دقايق باش 11 نمشي نعوج. قصة موطور الطيارة، الموطور ديال الطيارة هداك دارنا الطيارة خوت الحرام فيه الجميل، فيه الجميل واش راك كتصنع شي طيارة داري؟ بديتو تفرقوا عليا. دوينا خويا ياسين على برنامج انطلاقة، برنامج انطلاقة اش نقول لك؟ كتقدر تمشي للبنكة غيعطيوك عليه معلومات احسن مني انا، ولكن المعلومات اللي عندي هو ان تعطيو الشركات يوصل لمبلغ 120 مليون سنتيم، ومقاول ذاتي جو بونس 20 مليون سنتيم. هذا هو البلان. لوطو دانتيري شحال فيه؟ لوطو دانتيري جو بون 2%، 2% بلان. المهم لقيت تبعد على البنك عطيو التيسير. شكون حسن؟ واش نشري دعم بنية ومكريها ولا نبقى نخدم على البقاع؟ واش كان خويا سليم؟ ما نقدرش اخويا نقول لك، انا خصنا نحسبو اش من بقاع، شحال لا مارج ديالهم، شحال المدة باش يدخلو لك ديك لا مارج، ونشوفو الريسك اللي فيها. ولا ميم شوز نديرو دوك البقاع، حيت لا جينا نديرو الباتم شحال يدخلو لك الريسك اللي فيهم المشاكل اللي فيهم، حيت لا جينا اخويا نقول لك صافي سير هادي بيلو فاس تنطلق عليك. دونك ما نقدرش نقول لك اخويا جواب انشي ونقول لك لا، خصني نقول لك شي حاجه اللي غتمشي دير بيها باش نبيعك العجل ليله زوينه. هاش 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 سي الجلسه، شو الجلسه كي دايره؟ والله انت غتشوفوا الجلسه اللي دايره ليله، بس اللي تنوض تشوفوا الجلسه شي واحد مزعط في المشتى ديالو. شنو قلت شنو؟ تيخلي على الجلسة اللي كنتي ليا فشتيها، والله تا فشتيها حيد. شركة صغيرة واش تقدر تعول عليها؟ ما شركة صغيرة كيفاش تعول عليها؟ كيفاش الله فيها ديال تعول عليها؟ Hey Big Bo, how are you doing? Fine, how about you? جاوبنا صاحبي من الصباح وحنا كنسولك، ودابا كون سولتي هنايا كون جاوبتك. العربي أوجي با ياسين، تحياتي سي العربي، واخا ما تنعرفكش ولكن دابا انت بان ليا في التصويرة باقي صغير العربي ومسمينك العربي، ويتسناوك حتى تكبر صاحبي ونسميوك العربي. تحياتي. عندك شي فكرة على بورصة الدار البيضاء أخويا؟ لا ما نعرفش داك التواش، أنا ما عارفش التواش هداك الشي ديال البورصة، ما عارفش أنا ما عارفش. واحد عندي واحد الصديق والله إلا كان خدام في وول ستريت، وول ستريت في يامة العز ديال وول ستريت، وحضر لي زاتونطا ديال 911، ومغربي فاسي نصدعو انه باش يطلع معايا في شي لايف ما بغاش،
قال لي انا اللايف اللي نبقى مفرقع عليا ما بغاش. وعندهم يقول، عندهم يقول والله اللي عندهم يقول تبارك الله. طيب مش كان خدام في وول ستريت، عرفتي خدام في وول ستريت، عاش في ميريكان واش 20 ييرز، وعاش في اليوكي تا هو. المهم ندوز خويا ياسين، عندنا بناء فيلا بلا بيسين تقامت ما بين 40 مليون، ودايرين كليلة شحال تقريبا باش ترجع راس المال. خويا شحال الأرض، الأرض ديال الفيلا، شحال شريتو الأرض ديال الفيلا؟ لا بلاتي بلاتي بلاتي، الحركة استمرت ليا ما خصهاش نخليها. خويا ياسين، شنو بان الرأي ديالك في استثمار في بقع ديال المستفيدين اللي ما كيكونوش عندهم فلوس باش يبنيو؟ دابا دوك الناس ديال الاستفادة، اول احتراماتي لكاع الناس اللي تيسكن في كاريان ولا هادي، حنا كنا مغاربة، كنا واحد تيكون في واحد الوضع وتيبغي يبدل داك الوضع، كدليل على الهضرة تنقول انايا اصلا كنا تنزادو عيانين. يعني شحال من واحد تيقول لك واه فلان كان خايب ولا بوغوس، فلانة كانت خايبة ولات زوينة. بالعكس، انت تشوف لاميليوراسيون، بنادم تيزيد تتفرح ليه مزيان، بنادم كان ساكن في بيت ولا ساكن في باطمان تتفرح ليه، كان ساكن في فيلا ولا قصر تتفرح ليه. دونك كاينة لاميليوراسيون، هذه من جهة. دابا للأسف الناس أغلبية كاين فيهم واحد الناس زوينين وعرفتهم وأنا وعشتهم، ساكنين في كاريان بخير، تيتقاتل على راسو تيعامل راسو. كاين للاسف شي وحدين عندهم واحد العقليه، الله يسامح الله يسمح لهم. هادوك الناس دابا انت ملي غتبغي تخدم معاهم غتبدا خدام معاهم وكل شيء، ولكن شويه غتبدا دير في هذاك العراقيل، واخويا ما بغيناش هاد الجليج، واخويا ما بغيناش هاد سميتو هاد الصباغه، تبدا يدخل معاك في شي لعيباس. لا اله الا الله. كاين اذا بغيتي تخدم معاه صحاب الاستفاده، ولكن تخدم معاهم غير الكوغو زوفر، تبع معايا غير الكوغو زوفر، تخدم معاهم تطلع عليهم كحله صافي وتقسموا تمايا، كل اللي فيني بالذوق ديالو، ولا تعطيهم فلوس باش يفينا، هادي مزيانه. مي باش تفيني ليهم غضب عليها يا معلم، والله يتغضب عليها. تبدا تسمع وعشيق وخونا والعمالة والتبابيلة في هاد الجليج الكيف، دانا تمشي تكيف عليك واحد جوج جوانات، تيلوح عليك واحد بولة حمراء وتبدا دانا ابابيلة كيف هذاك خونا، فلوسو والله الدار ديالنا، ايمشي طيط تسمع هاد اللعيبات. وانت انسان جميل وبخير، فهمتي، تجيب انت تسمع هاد الافلام وبربي بنيتي شي هاد الحيط اللي تيمو، تجيب واحد عشان وتا ما كلهم خطوط عشيري، حيد هاد الفيلم عشيري، فهمتي، يكون عنده هاد مخي عشيري، حيد هاد عدوى معاك. شو دخلنا في هاد الطباب بلا طلع على الحيط، جليج هذا سمو، ديك المعصة مليكة، تحية المليكة خمسة عفاف. العمالة والت توي بنادم، تا بنادم فهمتي، لقيتي تعوج منهم عوج. لا فوق حيت دابا هاد الفيلم اللي تنعاود لك انا عاشو واحد السيد تنعرفو انايا، شوف تيقول لي نعم اخونا، نعم سيد استاذ، فهمتيني، تيقول لي شوف انا تفاهمت مع الحاج اننا غنديرو هاد الجليج،
غادي هو تسبح واش تدوي معاه اهل الدنوا تقول لي نعم اخونا نعم ها تبا ربي لك ناري ضرب موتي اصلا ما ضرب مو ما يضرب مي عطيها تيساع صافي عطيها تيساع. هذا يوم جميل بغيت معك زكريا الضوء تحياتي تحياتي اخويا زكريا ما عقلتش عليك واش اللي كيقتصر في المصروف عقلية فقيرة؟ لا صاحبي لا لا صاحبي مش متبغيش شوف كاين واحد اللعيبات تحط المصطلحات انت تحط المصطلح تعطي التعريف المناسب تتمشي مزيان. كاين البخيل كاين سميتو المدبر ومشات لي الخاطر هي شوف كاين البخيل المدبر مبدر مبدع هو تيطحن اللي جات بيدو تيطحن ما البخيل هو في بابا فيه الجوع يقول لك لا ما ناكلش خاصني نخبي باش الدار سميتو نجمعهم الكدا مي المدبر هو اللي بغيتك تكون المناجر. المناجر شنو هو المدبر شنو تيدير تيقول لك شوف حنا غنتعشاو ولكن اش كاين عندنا اوبسيون طان 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 وشنو تابعنا كذا وكذا 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 بغينا انفيستيو في كذا الوغ بلاش غدير غنمشيو نهبطو ناخدو حاجه مزيانه غنطيبو شي حاجه مزيانه وكله مزيانه فيها كاع لي كالوري واللعيبات وكذا وداكشي اللي يحتاجو لوكو وداكشي صغير وزوين وكذا وبيس هذا هو الافير. ملي كنا مثلا حنا كنت ناخدو الاكله ديال العدس فهمتيني الناس الملعقين تيقولوا لا لي لونت ما تمشي تقول القضيه محل سهل وين تدي لنا العدس فهمتيني العدس تتلوح معاه واحد 10 دراهم ولا 160 ريال ديال الحيمه تتلوح معاه حتى هي صافي تضرب ديك المعالجه ولكن تضرب داك العدس تضرب معاه واحد شويه اللحم تحس براسك بخير مزيان ولكن ديك الضافيه واش الوالده ديالي انها بخيله لا واش الوالده ديالي انها مسيفه لا الوالده ديالي انها مدبره يعني على حساب ديك لا سيتوياسيون ال سي ادابتي على ديك لا سيتوياسيون هذا هو البلان. انا بغيتك انا تكون سميتو مدبر تكون مدبر ما تكونش مسيف وما تكونش بخيل والدين ديالنا دين وسطي واعتدال لا تمددها كل المد ولا تبسطها كل البسط ديما ادي بحالك بحالك حيت لما درتي بحالك ما غتشربش الا درتي بحالك ما غتشربش ديما بحالك ديما معتدل خويا ياسين عندي 17 مليون بغيت نبدا في هذا الدومين واش يمكن صراحة الدومين اللي عندك واه واه عرفتي الدومين واه ليلى بغي يبدا في هذاك الدومين اش بالك كاميرا على حسابك ولا على حسابهم هما وقلب عليا تحياتي خويا ياسين عقلتي نهار ضربنا العدس عند دا حماد انا ما عرفتكش شكون ولكن شوف انا ديما تنضرب العدس الحياه العدس صاحبي تا مالو بيس صاحبي عيش صاحبي عيش شوف عيش كيما انت ما تصنع ما والو صافي بيس انا تتصنع تجيبها في راسك ما تجيبها فراسك تجيبها فراسك ما تجيبهاش في الاخر فهمتيني من الحوايج اللي نفعوني في حياتي وتنتعامل عادي كيما انا صافي بيس الو خويا دوي على الكتاب ديال السيكريت اخويا غتشوفوه بلي غتشوفوه في يوتيوب وقيل احسن غتلقى بلوس دو ديتاي مي داكشي المهم انا تيبان لي داكشي موتي بلي انا الله يعزك ابا ايوب تحياتي شنو كتشوف
جابلي النعاس. هذا الفيرفان. الفيرفان هو اللويزة صافي، جابلي النعاس. الوغ خوت، انا غنمشي نعس. نسيم اختي، كي دايره؟ لاباس عليك؟ بون سواري. تحياتي، راني جاني النعاس. تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف بزاف. نتمنى نشوفكم في شي لايف خور. هادشي اللي كاين. تهلاو ليا فراسكم، حيت جاني فريمون تخيس. الله يحفظكم. عرفتي واحد خونا ديما تيكتب نفس لا كيستيون في اي لايف، وفي اي لايف، وافكار مشاريع ناجحه، وافكار مشاريع ناجحه، وافكار مشاريع ناجحه. تهلاو تهلاو، والله تعزاز عليا. يلا تهلاو في راسكم، لا سيمين الجايه ما غنشوفكمش. دونك لا غبرت في ستوريات ولا شي حاجه، راني بيس، راني بخير، قدر ما نكونش شويه مديرونجي. الله يحفظكم، تهلاو في راسكم. انا هاد اللايف غندير ليه سيف، اللي بغى يعاود يشوف ولا شي حاجه مرحبا. طلعوا لي فراسكم جوز.